النادي كان يعاني طبيعي اللي منتمي للنادي وان كان بعيد عنه جسديا لانه اكيد مرتبط به قلبه والنتائج تبي تاصلك مهما كان، اذا قالوا انهزم تبي تتاثر. فلما وصل الامور الى حد معين والنادي وقف انه ما لقى احد يراسه. انتهت فتره رئاسه الاستاذ ناصر حماد ولا تقدم له احد. اعلنوا وزاره الرياضه اعلنوا ولا تقدم احد. انتهت الفترة ولا تقدم أحد، أعلنوا ثاني مرة ولا تقدم أحد. طبعاً أنا لجأت زملائي بالفريق ما كان بيننا ارتباط وثيق، بالمناسبات الأعياد نشوف بعض، كلمتهم لي علاقتي وكانت علاقتنا وحنا صغار يعني عمرنا 16 تركنا كرة أكثر من رائعة ولا صار بيننا كله يعني بود وتآلف. كلمتهم وجوا عندي بالبيت، قلت النادي وضعه سيء، ايش رايكم من ندخل احنا كمجموعه؟ قالوا بس صعب يعني كانوا رافضين، خاصه نائب الرئيس اللي هو زمن الصادر كان يعايش كل فترات النادي ما انقطع ان النادي تواصل مع الادارات الاخرى، ويعرف وضعه اكثر منا وانه مديون وعليه دين والوضع صعب واكثر مما يطاق او يتصور انك تدخل، ما في امل. لا ما لا الا نبي ندخل نبي ندخل. قلت انا لازم ندخل لازم ندخل، الوضع يتطلب اننا ندخل، احنا هذا نادينا ولازم نسوي شيء. دخلنا النادي ويوم دخلنا النادي كنا عند ما حصل كان عنده رصيد ممتاز، كان 19 ريال اللي 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 موجود بالخزينه. وبدينا بالمرحله هذه بدينا نبني بدينا نعمل بدينا ولا توفقنا حقيقي. بديت الدوري اللي عاد مسكناه واحد 5 هزائم ورا بعض متتالية، الأولى 5 هزيمة، الثاني الثالث الرابع الخامس السادس تعادلنا، بعدها بدينا نطلع. حقيقي أنا ما أخفيك سر، الهزيمة الخامسة هي اللي قالت لي تبي تطلع، لأنه أول ما انهزمنا نزل مركز الجبلين عبارة يقول الجبلين يفوز على متذيل الدوري، به تهكم وبه استنقاص. حقيقي قلت اقسمت لحد الزملاء والعيال عندها بدأ تقسم بالله أنا ما أدري وين بروح، لكن أنا فوقهم بالترتيب وين حنا، ما صاروا هم الرابع وحنا الثالث، طلعنا ممتاز. يوم يقولون الكلام هذا وبيننا وبينهم 13 نقطة ما في فرق هذا، لكن باخر 7 مباريات كان الفريق رتمه عالي، يفوز بحايل مره حايل. وكنا راصدين مكافئات للاعبين، المكافئه ما تاخر ابد، اول باول نعطيهم المكافئه، ومعهم اي مباراه باي مكان، الحساء اطلع محمل الحساء بالسياره من الرياض، اطلع السياره بالحساء نجران نروح، يقدون قعدنا مره لعبنا مع الشرقيه ومن الشرقيه طلعنا لنجران على طول 10 ايام برمضان ابد، تركنا لنا 10 ايام معهم ولين ولا الحمد تيسر فضل الله سبحانه وتعالى. ثم التكاتف الموجود بين المدرب بين اللاعبين بين الاداره والجماهير الطائي عاد شيء ثاني، جماهير الطائي مميزه جدا، ما هي جماهير هي اكثر ما هي مرتبه أعضاء مجلس إدارة، مرتبة لعيبة بالملعب، مرتبة يعني ما تتخيل وش يسوون الجماهير، يدفعون أحياناً تنزل علينا مخالفات بالاتحاد السعودي، أما بدل انتقال لاعب بدل تدريب تدفع أبد، يسوون قروب ويجمعون المبلغ ويعطون فيها على طول يعني. ولها السبب البيئة اللي في الطائي هي اللي كانت دافعة جداً أننا متى قدرنا نتقدم، قدرنا يوم بقى مباراتين انهزم الجبلين وهذا متمسكنا به لين جاء اخر مباراه، اخر مباراه طبعا كلنا طالعين سوا، وحنا كنا دائما ندعي كل مباريات اللعيبه يدعون الكابتن عبد العزيز الحرابي كان هو اللي يقول الدعاء دعاءهم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. المباراه هذه كنت انا معهم قالوا انت دع دعينا، وكانت مغطاه وعندهم يعني توقع الصعود، المركز الاعلامي مستنفر يسجل كل جزئيه وصوروها وانتشرت، يقول كان يعني كان ينزل نزل تعليقات بعض مليح يقول على حسبهم رايحين حج
والثاني يقول عمري والثاني، وهذا ترى يوم كنا لاعبين نسويه بالممتاز.